والحمد لله رب العالمين. نحن الآن مع الورقة 13 ودائما تحت هذا العنوان الكبير، ونحن نتحدث عن غاية المسلم. غاية المسلم بين سمو الفكرة وتضخيم الذات، هكذا إذن رسول الله صلى الله على الحبيب لما أراد للإسلام أن ينتشر فصل الإسلام والفكرة عن الذات التي تحمله. فالمقصود هو دائما غايتك هي أن تعيش للفكرة، للإسلام، لا للذوات، لا للأشياء. فجاء رسول الله صلى الله على الحبيب وعطروا مجلسكم بالصلاة على الحبيب صلى الله على الحبيب. دائما كان يقرر تقريرات في حياته يرسخ فيها فكرة فصل الفكرة عن الذات. وقد رأينا 8 مقررات تحدثنا عنها، مش كل يعقل عليها إن شاء الله تعالى. وأتمنى إن شاء الله تعالى أن يجمعها أحد في كتيب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن رأيتم أن رسول الله أولا كان عليه الصلاة والسلام بسنته القولية يقول لا تقفوا لي، سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم فعليا لا تقوموا لي، ثالثا صلى الله عليه وسلم أنه عند الممات كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكان يدعو ويقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، أي مناسبة. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يتميز عن أصحابه في مسكن، حيث كان ينام على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، وكان الرجل إذا جاء من بعيد ووجد النبي مع أصحابه لا يكاد يميز النبي عن أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه. كان عليه الصلاة والسلام يستشير صلوات ربنا وهو الذي أوحي إليه صلوات ربنا وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يستشير في بعض الأحيان ويجتهد فلا يصل اجتهاده إلى ما هو الكمال في علم الله، فيتدخل القرآن فيرفع ذلك الاجتهاد. ثم وصلنا إلى الحديث عن الطاعة في المعروف، وقد رأينا أن حبيبنا رسول الله وهو المؤيد بالوحي ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وقد أرسل النبي أميره على جند فقال لهم اجمعوا حطبا فجمعوه، قال اضرموا نارا فأضرموا النار، قال ألقوا فيها أنفسكم، فامتنع الصحابة أن يلقوا في هذه النار، قال والله ما آمنا بمحمد إلا فرارا من النار، فكيف نلقى في النار؟ قال لهم الأمير ألم يقل لكم رسول الله من أطاع أميري فقد أطاعني، قال والله لا نفعل هذا حتى نستشير رسولنا. لكل شيء واحد ما روحه في النار. هذا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديث، ومع ذلك الصحابة لفهمهم الدقيق يقولون كيف نحن ما آمنا برسول الله إلا فرار من النار، فكيف يأمر أمير النبي، الأمير الذي عينه النبي يأمرنا أن نلقي أنفسنا في النار؟ فذهبوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن أميرك أمرنا أن نضرم نارا ففعلنا، ثم أمرنا بعد ذلك أن نلقي بذواتنا في النار، ونحن ما آمنا بك إلا فرارا من النار، مشكلة هل؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فقيد الطاعة بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية رسول الله. هل النبي يأمر الأمير أن يأمر الأتباع والجنود في أن يلقوا أنفسهم من النار؟ ولذلك تجدون الحبيب صلوا على الحبيب يخرج عليه الصلاة والسلام ليشفع، ليشفع عند من؟ عند بريرة زوجة مغيث يحبها حبا جما، يقول يا رسول الله لم تريد أن ترجع إلي بريرة، الله يحسن عون لهذا الناس، الله يحسن عون اللي قلبهم تلأ بغير الله،
أحب هذه حبا شديدا لكنها لم ترد أن تطاوعه، فكانت تمشي في سكك المدينة ويتبعها. مسكين الله أحسن العون، قولوا الله أحسن العون، الله أحسن العون. فذهب النبي إلى بريرتها فطلب منها أن ترجع إلى زوجها وأن تشفق من حاله، فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني؟ أوه يا ابن عمي، وش هالشي فيه أمر؟ قال: لا لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد النبي قاع بجلال قدره، لا يمكن أن يضغط على امرأة أن تبقى مع رجل لا يكرهه. الله لم يستغل منزلته عند الله وعند المؤمنين في أن يضغط على امرأة لكي ترجع إلى زوجها، لا لا لا، يقول لا لا ما يمكنش. يا الله، هذا رسول الله. ولذلك فقد تعلم الصحابة من بعده هذا الخلق الكريم، فأول برنامج حكومي لخليفته أبي بكر الصديق عرضه على المنبر لما تولى الخلافة وتحمل أمانة أمة الحبيب. صلوا على الحبيب، اسمعوا الخطبة الأولى، انت عور رئيس انت دولة الإسلام بعد رسول الله، والله إنها لعجب برنامج الحكومي. أيها الناس، إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. الله، يا الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. طاعة، طاعة خليفة رسول الله مضبوطة ومنضبطة بطاعة الخليفة لربه. يا الكلام يا الكلام يا الكلام، احنا اليوم واحد السيد غير يقرأ شوية او اللي يكون شيخ او اللي رئيس قالها الشيخ بك يا ودي بك، فلا يستطيع عياذا بالله ان يراجعه او ان ينهاه او ان ينصحه. شو سيد الصحابة؟ أطيعوا الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. شو يزيد يكمل؟ اسمعوا الكلام، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. الله الله الله، إيه يا سيدي، على شرب بدر السلطان. انظروا إلى المقاصد الشرعية التي توخاها الإسلام من وراء السلطة الشرعية. القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. الله. أما عمر فأمر عمر عجب والله، حينما تولى الخلافة صعد على المنبر على سنة خليفة رسول الله أبي بكر ثم قال: أيها الناس، أرأيتم لو رأيتموني ملت عن الحق هكذا، ملت عن الفكرة وتبعت شوية الهوى متاعي، حاشا، ماذا كنتم تصنعون؟ هو يختبر الأمة، هل هي حية؟ هل إذا رأت الخليفة تنكب عن الفكرة والحق وعن مقصد الإسلام أتيجد في الأمة من يقومه، أم سيرى نفسه يحكم قطيعا من الناس؟ قال: رأيتم لو رأيتموني ملت عن الحق هكذا، ماذا كنتم تصنعون؟ فاستل أحد الصحابة السيف في المسجد ويشير إلى عمر، يقول: يا عمر، والله لو رأيناك ملت عن الحق هكذا لا قومنا عوجاجك بسيوفنا. الله الله، شو العزة، شو العزة تعلموا من وانت أمة النبي؟ لا خير في أمة لا يأخذ فيها الضعيف حقه غير متعتع. الضعيف في الأمة اللي ربي يقدسها ويمكن لها هي الأمة التي يقوم فيها الضعيف وأضعف الناس فيأخذ حقه، زيد، غير متعتع، ما يتلعثمش من اللي يقول الحق نتاعو. فقال: انظر ما تقول يا رجل، انظر ما تقول، شو تقول؟ ألا تعرف من تحدث؟ ألا تعرف من تتكلم؟ مع من تتكلم؟ فيزيد السرى يقول: يا عمر، والذي نفسي بيده لو رأيناك ملت عن الحق هكذا لقومنا عوجاجك بسيوفنا. يا أمة الإسلام، يا الديمقراطية التي يتشدق بها الناس، يا لحقوق الإنسان. فيقول عمر وقد رفع يديه إلى السماء: الحمد لله الذي وجد في أمة رسول الله من إذا عوج عمر عن الحق وجد في الأمة من يقوم عوجاجه. الله 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 الله.
يا للزمان يا للزمان يا للزمان. يقول أيها الناس عمر إني أرى أن أضيق وأنقص من صداق المرأة. رأى كأن الناس يغالون في المهور عند الزواج، والنبي صلى عليه يؤكد على أن بركة المرأة بقدر ما تكون مؤونتها قليلة، فأعظمهن بركة هي أقلهن مؤونة. إذن فعمر مشيا على هذا الحديث وعلى هدي هذا الحديث يريد أن ينقص من هذه المهور التي يغالي الناس فيها لتيسير الزواج. وما زال ما كمش الهدرة وتنظر المرأة مرأة، فتقول له من وسط الجموع يا عمر ليس لك ذلك يا عمر. وهي ودي وهي ودي اشاك تفش المرأة تقول سيدنا عمر اشاك تقول ليس لك ذلك، وحسابك هالشي ديالك ولا حسابك انت رئيس دير اللي بغيت ولا شاك تقول؟ كاين فرق بينك انت كرجل وبين الحق، والحق وحق يتبع ولو على جثتك يا عمر، انه كلام ربنا. يقول ومن اين؟ وكان وقافا عند كلام الله. قالت يقول الله وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقال صدقت المرأة وأصابت وأخطأ عمر وكل الناس أفقه من عمر. الله بكل تواضع أصابت المرأة وأخطأ عمر هكذا بكل سهولة بكل يسر. وكان الرجل اليهودي وقد أخذ درع سيدنا علي، فقال علي إنه درعي. فين مشت الأمة؟ فين مشت في حقوق الإنسان؟ فين مشت في تقديسها الحق؟ لا يهمها إن كان الحق معها أو ضدها، المهم الحق الحق. الله خيهودي بغنصراني. لقد نزلت آيات في كتاب الله من سورة النساء، وشحال من آية تبارك الله متابعة على من تكلم يا زيد على من تكلم تنصف يهوديا، لأن سرقة تلك السرقة شكون اللي كان سرقة؟ سرقة مسلم من الأنصار، واتهم من؟ يهودي. فأنزل القرآن يقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. شو رب نزل ينصر الحق ولو كان لليهود، لأن الحق حق. فيقول علي إنه درعي، وهو درعه فعلا. قال ليس درعك إنه درعي. قال بيني وبينك قاض، فاختر يا أمير المؤمنين قاض نقف بين يديه ليحكم بيننا. الله الله. واختاروا حكما اسمه شريح، هذا القاضي المسلم. فلما بدأ سيدنا شريح يتحدث مع الخصمين قال شريح يا أمير المؤمنين. قال له أمير المؤمنين ويحك اعدل يا رجل. قل يا علي لأننا الآن بين يدي القاضي، فإذا سميتني بأمير المؤمنين أضفيت علي هذا اللقب الذي يدخل الرعب في قلب خصمي. شكون ابن عمي؟ قل علي، ما بقاش لك امير المؤمنين. كان الحق هي محكمة الحق لا ينظر فيها الى العدل. قال له ماذا تقول الان يا ابا الحسن؟ قال قل علي. قل لي علي وقل لاخر ابا الحسن كين يزت لي شي حاجة. قل علي ماشي امير المؤمنين وماشي ابا الحسن. قال له قل يا علي. قال هو درعي. قال ما تقول أيها اليهودي؟ قال بل درعي. قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر، هل لك من بينة يا علي؟
قال زوج شهود فره، فجاء بشهيدين فجاء بالشاهدين فوقف بين يدي قاضي المسلمين وأقسم أنه لعلي. فحكم شريح رضي الله عنه بسم الله وعلى بركة الله تحكم المحكمة بالدرع لليهودي. قالوا كيف؟ أنا جئتك بالشهيدين قال شهادة الولد لوالده لا تجوز، قبلنا شهادة الرجل الذي معك لكن شهادة الحسن ابنك لا تقبل في المحكمة. سبحان الله. فخرج اليهودي وهو يصرخ ويقول حكم قاضي المسلمين على أمير المؤمنين في درع أمير المؤمنين لصالح اليهودي. بهذا قامت السماوات والأرض، قامت بالعدل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الدرع درعك يا علي، خذ درعك. قال هديتي لك بإسلامك. يا أخي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسب لكم هذا الخير اللي جاء وبقى 15 قرن ورحنا عاد نتكلموا عليه، وشحال من حضارة جاءت ثم بادت بعد الإسلام، حضارات. لماذا؟ لأنها كانت عياذا بالله تتسم بالتجبر والجبروت، كانت فيها الدكتاتورية، كانت فيها الطاغوتية، لم يكن يقدس فيها الحق، إنما تقدس فيها الأنظمة، الأشخاص، الولاءات، ولاءات الحزب، ولاءات الجنس، ولاءات القبيلة، ولاءات لطيف. الانتخابات حنا إلا تقدموا زوج نتاع الناس، واحد صالح ويتقدم واحد من العائلة نتاع حد الجهة من هنا، أقول له ودي فلان هو اللي يصلح لنا. أوكي يا ودي، حنا ولاد فلان ما نعطيو غير ولاد فلان، ولا كان هذا ولد فلان يبيع المخدرات. لا سيدي، حنا يا حنا قبيلتنا، حنا قبيلتنا، نخليو قبيلتنا ونمشيو نعطيو. إيوا خلي لله، خلي لله. يا الله يا الله يا الله. هذه تحدثنا عنها. تاسعا، من المقررات التي قررها الحبيب صلى الله عليه والتي ترسخ في عقول وقلوب أمة محمد صلى الله عليه، مسألة هذا المبدأ العظيم، ونحن نتكلم دائما عن الغاية، هذا المبدأ وهو التفريق بين الذات وبين الفكرة. الله، وهي اسمعوا هذه، أن حبيبنا رسول الله، هذه تقرأها قاع في السيرة دائما، ما انتقم لنفسه قط، وما غضب لنفسه قط، إنما يغضب ينتقم فقط لحرمات الله إذا انتهكت، للحق فقط. أو يا سيدي ربي، ويا سيدي ربي، ويا سيدي ربي. وش فهمتوا هذه ولا فهمتوا؟ إن نبينا، صلوا على نبينا، لا يغضب أبدا لنفسه، أهدر فيه، أضربه، سيل دمه، ما يهمش، ما يغضبوش هذا الشيء. يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. قالها متى؟ حينما أوذي في الطائف، حينما سلط أهل الطائف عليه السفهاء والأطفال والمجانين وصفوا صفين وصاروا يقذفونه بالحجارة، وسيدنا زيد بن حارثة يرد ويدافع عن رسول الله بظهره حتى شج في رأسه، وأصيب النبي في قدميه فسقط على الأرض، ثم تحامل حتى وصل إلى حائط عتبة وشيبة بن ربيعة صلوا عليه. من الأيام العسيرة، الأيام العسيرة. قال لهم علاش راكم تديروا لي هذا الشيء؟ اسمعوا الدعاء نتاع اسمه، شوف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. تحسوا بشي حاجة؟ تحسوا راكم تحسوا بشي حاجة؟ مازال ما كاين وين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعف، إلى من تكلني؟
إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلا أن عافيتك هي أوسع لي. شو التواضع؟ شو الصدق مع الله؟ شو الصدق مع نفسه؟ شو الصدق مع أمته؟ شو الصدق مع الأديان؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. شو نحسب لي غادي يدعي عليهم هذا الدعاء قداش؟ أعوذ بنورك الذي أشرقت له الظلمات، نور الله التي يمشي بها رسول الله، يلتجئ إلى نور الله ليبين له الحقيقة. كان يقول في الدعاء أنت: اللهم إني أسألك يا مزيد العدل في الغضب والرضا، فلا يخرجه الغضب عن العدل ولا يخرجه الرضا عن العدل. يسأل الله العدل في الغضب والرضا، الله الله الله، والقصد في الفقر والغنى، والإخلاص في السر والعلانية. كان هكذا يدعو رسول الله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، والدم يجري برجليه والدم يجري. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. زيد أنا أحسب لي غادي يدعي عليهم، هو يطلب ربي باش ينجيه من الغضب بتاعه: أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. أكل ما فعلته، أكل جهادك، أكل ما يصيبك في طريقك في الدعوة إلى الله، تصاب بكل هذا البلاء ثم بعد ذلك تدعو أن ينجيك الله من غضبه؟ يا لحبيبي يا لحبيبي رسول الله، يا لحبيبي ونور قلبي، صلوا على الحبيب. يا الله. ثم لم يمهله ربه بعد أن رجع من طائف وقد تجلجلت السماوات وفتحت أبوابها لهذا الدعاء، فإذا بجبريل في السماء في نصيبين، في مكان يسمى نصيبين، حيث التقى به الجن، جن نصيبين، أول جن استمعوا للنبي وهو يقرأ القرآن عند تلك الشجرة في الليل، فآمنوا فعادوا إلى قومهم منذرين، قالوا: إنا سمعنا قرآنا أنزل بعد موسى. يا قومنا أجيبوا داعي الله في هذه المكان. إذا بجبريل في السماء يقول: يا محمد صلوا عليه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. هو دعا لقومه ولا ما دعاش؟ ما داش دعا سيدي ربي يسلكوا بالغضب ديالو والسخط. لكن شوف سيدي ربي، شوف شحال عزيز عليه النبي، يا وشحال عزيز النبي على سيدي ربي، يا ابن عمي وشحال سيدي ربي ما يبغيش على حبيبه، يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي. السلام يقرئك السلام يا محمد، وعليك السلام جبريل. الله هو السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. أتعرف من هذا الذي يرافقني يا محمد؟ الله أعلم. إنه ملك لم ينزل إلى الأرض قط، هي المرة الأولى. إنه ملك الجبال، ربي 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 ربي، وسيكلمك. السلام عليك يا محمد. وعليك السلام يا أخي يا ملك الجبال. يا محمد بلغنا ما فعل بك هؤلاء. وقد أرسلني الله إليك خصيصا، وأنا الآن طوع أمرك ورهن إشارتك، فأمر بما شئت لكي أنتقم لك من هؤلاء الذين دموا قدميك وآذوك. بأبي وأمي ونفسي لك الفداء يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، أفنى في حبك. لا إله إلا الله. إن شئت يا محمد لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبين هما جبلان، جبلان، جبل منا وجبل منا، والوسط والوسط كاينين طائف ثقيف. معناه الا بغيت نديرهم بحال الذبان نقبسهم بحال الذبان، يرفد الجبال بزوج وماذا يفعل؟ ويكسر جماجمهم. مرني بما شئت يا محمد،
أنا طلع أمرك، أنا ما نزلت من السماء إلا خصيصا للانتقام لك، للانتقام لك. لكن أصحاب الرسالات، أصحاب الدعوات، أصحاب الفكرة لا ينتقمون لذواتهم، يعرفون أن ذواتهم تموت، ولكن ينتصرون للفكرة التي يحملون. الفرق بين أصحاب المبادئ وأصحاب المصالح فرق كما بين السماء والأرض. أصحاب المصالح إذا آذيتهم في أنفسهم انتقموا لأنفسهم، أصحاب المبادئ نفسهم وسيلة لتحقيق المبدأ. تصاب النفس ويصاب الجسد، لكن لا ينبغي أن تصاب الفكرة في مقتل. أنا أقتل لكن تبقى الفكرة، أنا أؤذى لكن تبقى الفكرة، أنا أروي الفكرة بدمي، أنا أروي الفكرة بدمي، أنا أفدي الفكرة والحق بروحي، أنا أضع روحي في كفي فداء للحق. الله الله الله، هذا أصحاب المبادئ. واسمعوا إلى الحبيب رسول الله يقول كلاما عجيبا والله، يقول يا أخي يا ملك الجبال، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وادي 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 وادي، وش حال فيها هذه الكلمة من معنى؟ وش حال؟ اللهم اغفر لقومي، يدعي لهم بالمغفرة. مسلمين هذول ولا مشركين؟ وش مسلمين ولا مشركين؟ مشركين. اللهم اغفر، شو الطمع نتاع النبي في المشى؟ شوف في رحمة الله، معنى اللهم اغفر لقومي وهم مشركين. واصبر يقول سيدي ربي، واصبر يقول سيدي ربي، لأن الله ما يغفر إلا لمن أسلم. واصبر في الدعاء، واسمه فيه أن ضمن الدعاء واحد الدعاء مستتر، كأن النبي يقول اللهم يا رب اهد هؤلاء إلى الإسلام لكي يكونوا مستحقين لمغفرتك، لكن النبي كلامه معجز فسأل لهم المغفرة مباشرة وهو يعلم أن المغفرة لا تنال المشركين، ولذلك فإن في هذا الدعاء دعاء مستتر يقول إذا أردنا أن نفصل يا رب اهد هؤلاء إلى الإسلام لكي يكونوا مستحقين لمغفرتك. ثانيا قال اللهم اغفر زيد لقومي. يا عباد الله، عمرو شفتوا شي واحد يضربه الناس يقول هذا قومي؟ لم يتنكر لهم الياء، ياء النسبة، قومي، أي كل ما فعلوه معي ومع ذلك هم قومي. يا الله، احنا لو كان تسمع شي واحد كيديروا العرب، الله يدير العرب، الله يدير العرب، العرب داروا لي، هو غير واحد السيد أساء مع الأدب ويمشي يسب كل شيء العرب. سيد النبي القبيلة كاملة ضربته ولم يتنكر لهم، سأل الله لهم الهداية والمغفرة ثم لم يتنكر لهم، وكأنه يقول ومع ذلك فإنهم قومي، فالدم لن يصبح ماء في يوم من الأيام، هم أبناء قبيلتي ودمي، والدم كما يقول المصريين الدم يولي مية. الله، ثم قال إنما أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحدك. الله، شوف النظرة الاستراتيجية بتاع أصحاب الفكرة، حتى ولو لم تهدي هؤلاء ولو لم تكتب لهم الهداية فإنني لو دعوت الله أن يهلكهم زين لخسرنا استراتيجيا. أنا أريد للفكرة أن تنتشر وتستمر، إن لم تكن فيهم ففي من يخرج من أصلابهم. أنا أسأل الله أن يخرج من أصلابهم، أي إذا لم يكونوا أهلا للهداية ولم يكونوا أهلا لكي يعودوا للإسلام فإنني مع ذلك لا أدعو الله تعالى لكي يمحوهم من الأرض، لأن بقاءهم يبقي أملي في أن تخرج من أصلابهم من يعبدك حتى ولو لم يعبدوك هم. النظرة الاستراتيجية للحبيب رسول الله، صلوا على الحبيب. إيه يا سيدي، هكذا رسول الله لا ينتقم أبدا لذاته، إنما يغضب للحق إذا انتهك، يغضب للحرمات إذا انتهكت. إنه جعل نفسه وهو الرسول فداء للحق، فكيف بك أنت وأنت دون النبوة ودون
التقوى. سيد النبي صلى الله عليه وسلم: خير من مشى على الأرض أبي هو وأمي، خير من طلعت عليه الشمس يجعل نفسه فداء، فداء للحق. يا الله، يعجبني واحد الكلام تاع السيد قطب شهيد القرآن، اسمعوا له الكلام، اسمعوا. قاله في كتيب صغير اسمها أفراح الروح أو نسائم الروح، كتيب صغير، سعقلوا على الكلمة، عقلوا على الكلمة نتاع النور، لأن الله سبحانه يجري الحكمة على يد الصادقين من عباده. قال هذا الرجل: إن كلماتنا تبقى ميتة لا روح فيها. اسمعوا اسمعوا، إن كلماتنا تبقى جثثا هامدة لا روح فيها. نكتبوها على الورق ميتة، نهضروها ميتة، ايوه، ولن يكتب الله لها الحياة، الحياة فوقاش يكتب الله الحياة، حتى نسقيها بدمنا، اي نضحي من اجل الحق اللي نقوله. لان كاين الحق عنده كاين غير كلام يقوله، بحال الدرس نتاعي، الدرس تاعي درس وصافي، لكن ولكن انا نخدم به. لو كان تكون صادق فيما تقول، انت تترجمه في الحياة وتضحي من اجله، لكن اذا استضمت الكلام شي حاجه وابتليت بشويه تتخلى على كل شيء. اذا انت ماشي شهيد صادق، اذا الكلمه نتاعك غادي تموت. علاش؟ لانها لم تسقى بالصدق مع الله. فان سقيت بالصدق مع الله أكسبها الله الحياة بحياة الله، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقرض وانفصل. ها، خرج ما فيها روح. كلماتنا، عقل على الكلام، كلماتنا تبقى جثثا هامدة لا روح فيها، ولن تدب فيها الروح حتى نسقيها بدمائنا. وصدق سيد قطب، كلماته في حياته لم يكن يستفيد منها أحد، كانت جثثا هامدة، لكن لما أعدم وشنق من أجل كلماته، إذا بالروح تدب في كلماته بعد موته، بعد استشهاده، وإذا بكتبه تنتشر في العالمين، وإذا بكتابه في ظلال القرآن، وكتبه التي اشتهرت هي زاد تربى عليها شباب الصحوة الإسلامية في الكرة الأرضية كلها. الله، أنا كنت صغير في ذيك الثمانينات، وكنت نتلقى هكذا مع المدينين، ها، واسمه كانوا النشيد اللي يديروه، النشيد واسمه النشيد اللي كانوا ينشدوا به، النشيد نتاع سيد قطب في زنزانته، ناقل عليهم واحد المجموعة كنت نجلس معهم يديروا هذا النشيد، يقولوا: أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. الله الله، يحيي الله كلام الصادقين، يحيي الله كلام الصادقين. أنا منين نبقى نسمع في الخطاب من مكة غير الفيل، أي خطيب يقول ما هذا الكلام يخطب. قال الإمام ابن تيمية، زيد السودان، قال الإمام ابن تيمية، زيد فلسطين، قال الإمام ابن تيمية، زيد أوروبا، قال الإمام ابن تيمية. فين عاش الإمام ابن تيمية؟ فوقاش وملع منابر الدنيا، لأنه حينما حبس وأدخل إلى البئر في سجن القلعة كتب 30 مجلد، سماها كسمها الفتاوى الكبرى، أيوة، فنزع منه القلم فبدأ يكتب على الحائط، فنزع منه كل شيء وأقبل على القرآن يقرأ، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فاضت روحه إلى الباري. سقوا هذا الحق بدمائهم، ما عاشوش لصوالحهم، ما عاشوش لأولادهم، ما عاشوش للحزب نتاعهم،
ما عاشوش النظام تاعهم، عاشوا للحق، عاشوا للحق، بغاو ربي، بغاو الحق، ما بغى بلاصة، ما بغى دنيا، كل شيء فنا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي يبغي يبغي ربي، واللي يعيش يعيش ربي. حياتك لله، صحتك لله، منزلك لله، سيارتك لله، أولادك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله، كلها كلها لله. فرسول الله صلى عليه كان لا ينتقم لنفسه، كان يؤذى عليه الصلاة والسلام، يؤذى بالقول زيد، ويؤذى في بدنه زيد، ويؤذى في عرضه زيد، ويؤذى في أصحابه يقتلون زيد، يؤذى في كل شيء، يؤذى في... شوف الحل، الكلام، الكلام قيل فيه شاعر، قيل فيه أفاك، قيل فيه كذاب، واش تعرف؟ قيل فيه ساحر يفرق بين المرء وأهله، قيل فيه، قيل فيه، ايوه. كان يرد عليهم، كان يرد عليهم، ها؟ إلا كنت مع الحق، اللي يبغى يهدر يهدر، أما ترد حتى على واحد، أخلي ربي يرد عليك. أنت راه عندك هدف، أخدم واسكت، أخدم واسكت. إلا كنت حياتك خصصتها لكي ترد على الناس، فستظل في حياتك كلها ترد على من يرد عليك، فأنت ترد على من يرد لكي ترد على من يرد، حتى تلقى الله تعالى بالرد والرد المضاد. خلي سيد النبي قامي لا يلتفت، حدد الهدف وغادي، وخلي اللي يبغى يقول شيء يقول شيء. فلان راه يدير هذاك الشيء هكذا، فلان راه يدير هكذا، فلان بغى هكذا، فلان بغى البلاصة، فلان بغى يدير كذا. إنهم لن يعدموا أبداً وسائل لتثبيطك، إنهم جند إبليس، فلا تلتفت إليهم، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً، لا تلتفت إليهم. اعمل لربك ليوم تلقاه فيه، اعمل لربك ليوم قريب تلقى فيه ربك، فلا تفرح إلا بما عملته لربك، لا تلتفت، صدق مع ربك، وإن تصدق الله يصدق. يقول الرجل، يدل النبي، يقول له ذو الخويصر التميمي يؤذيه، أعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يا ربي يا ربي يا ربي. كي يتهم النبي، باش يتهم، باش يتهم النبي، يقول لي باش يتهم بالظلم. سيد النبي ظلم، حاشاه حاشاه، عدل معناه ما عدلش. سيد النبي اش كيقول؟ ويحك، ومن لم يعدل ان لم يعدل الله ورسوله، رحم الله اخي موسى، لقد اوذي اكثر من هذا فصبر. سيدنا عمر يقول له اضرب عنقه اذن لي. يا ودي الله يا عمر، الله واسم، واش اللي يرد علينا وينصحنا نضربه؟ اش راك تقول يا خويا؟ يا خويا قال كلامه، قال كلامه، قال كلامه، واش نوض نضربوه؟ واحد السيد سلف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم كل صفاته في التوراة، يهودي، يقول له زعد زيد بن سعنة، عقل على السمية، زيد بن سعنة قرأ صفات الحبيب في الكتب السماوية السابقة فعرف جميع خصاله إلا خصلة واحدة أراد أن يمتحنه فيها. أتعرفون ما هي هذه الخصلة؟ هي أن النبي يحلم على من جهل عليه، وكلما زاد جهل الجاهل عليه ازداد حلما على جهله. فاستلف منه دمنوش كريدي على سيمانة، هو العشية جاء والنبي مع أصحابه قال له يا ابن عبد المطلب، يا محمد أدي الذي عليك، أرض للكريدي انتعي، فلقد علمتكم معاشر آل عبد المطلب قوم مطلن. ما أنا مطلن؟ اه تماطلوا تمحردوا، احنا نقولوا تمحرد، تدي الكريدي وتمحرد، تمحرد ما تخلص ليش. هو دار على سيمانه، هنا خرج لهم على عشية، اراد ان يجهل عليه ليعرف هل يحلم عليه، باقي له هل. سيدنا عمر قال له ياك يا ذلي يا رسول الله، اضرب عنقه. شنو يقول؟ جبد السيف. سيدنا عمر غير وجد، سيدنا عمر غير وجد،
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ريذ هسه يا عمر كان عليك شجا كان عليك هو رد صاحبه مول الخرقاء كان عليك ان تطالبه بحسن واسمه الاقتضاء وتطالبني بحسن القضاء. انت خصك تدخل بيناتنا وتقول له ودي حقك هذاك حقك الحق حقك ولكن تطلبه بواحد الطريقه مزيانه وانت تقول لي الحق عليك يا رسول الله ماشي زعما غير نبي الحق عليك يا رسول الله قول هالي وقول لي خصك حتى انت يعني في السعده ولكن يا عمر روح عند فلان ورد له الخلاص نتاعو هذيك خمس قرادة ولا خمسة كيلو ديال التمر ولا ما نعرف اعطيها له وزيد له خمسة اخرين علاش مقابل الروعة الترويع الذي روعته. رد له ديك خمسة وزيد له خمسة علاش لان جبت السيف وقلت له اضرب عنقك ماشي روعته. قال لهم استنى قبل ما تنوض يا عمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال له علاش مالك؟ قال لقد قرأت في الكتب السماوية السابقة أن خصالك كذا وكذا فوقفت عليها جميعا إلا خصلة واحدة أردت أن أمتحنك فيها وهي أنك تحلم على من جهل عليك وكلما ازداد جهل الجاهل عليك ازددت حلما على جهله. قال وها أنت الآن تحلم علي يزيد حلمك كلما ازداد الجهل فأشهد أنك رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يجي الأعرابي ماشي يأذيه غفا في الهضرة هذا يأذيه فاش أي جبدوا من هنا في حنين أي جبدوا حتى تبيض صفحة عنقه وتعرف اسمه يقول له لا ما تعرف يا ابن عمي هذا الكلام لو كان يتقال شي واحد مسؤول ويجبد فيه هكذا هو خير الخلق هو يجبد فيه. أعطني مما أعطاك الله فهو ليس مالك ولا مال أبيك. الفلوس ماشي نتاعك الميزانية ماشي نتاعك هي أموال الأمة. أعطني مما أعطاك الله فهو ليس مالك ولا مال أبيك. ابن عمي سيدنا عمر يرجف وسيد النبي يشوف فيه ويضحك يقول لهم صدق الرجل صدق الرجل أعطيه له فإنه ليس مالي ولا مال أبي. زيدوا له شبعوا لله عمروا له كرشه زيدوا لله. ما يقولش هو لله لله نقولها أنا اللي ما عندي أخلاق. الله 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 حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لخيرة الخلق يا لخيرة الخلق صلوات ربنا وسلامه عليه. يأتيه الرجل وهو في مجلسه اسمع فيقول يا رسول الله مالك ايش كاين ايش كاين طلقت امرأتي ثلاثا في موضع واحد. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب قلت له انت مطلقه فغضب رسول الله لا يغضب لنفسه يغضب لشرع الله اذا انتهك. واذا غضب النبي لشرع الله هو لا يقوم لغضبه احد. احنا بنادم يغضب الا قلت له انت يا مكفش يغضب بالصح الا كان تسب حداه ربي ولا تسب حداه النبي ولا تسب حداه الدين ولا ما تصليش ولا يزعق على الملائكه في النوكات ولا يزعق على الانبياء في النوكات يديروا النوكات على الانبياء وعلى ملك الموت او الا والعياذ بالله يزعقوا على الشرع نتاع ربي او لا على الحجاب او لا على ثوابت الدين. الناس تضحك يضحكوا 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 على الدين. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإنسان عياذا بالله تنتهك محارم الله بين يديه فلا يغار ولا يغضب لكن إذا انتهك هو أو أذي في نفسه أو في ذاته انتقم لنفسه انتقم لذاته. يهج لك واحد الهياج تقول أنت الله يحفظه يشتري هذه موجة فيها 50 طن 50 متر لأن علاش سبيته ولا ما نعرف اسمه درت له. الله قال أيستهزأ بكتاب الله شو بكتاب الله وأنا بين أظهركم. شفت الغضب نتاع النبي شفت الغضب لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله إذا أسيء إلى الحق إذا أسيء إلى الحق. الله الله
أيستهزأ بكتاب الله؟ ونرني عاد حي مازال عاد ما متشخرة دشركم، وأنا لازلت بين أظهركم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. ينتصر الصحابة في غزوة بدر ويمر اليهود عليهم الحيين الأوس والخزرج وهم يتداعبون يتلاعبون يضحكون يفرحون، فإذا بصدر اليهود الممتلئ غيظا عن الأوس والخزرج الذين جمعهم الله برسول الله وكانوا في الجاهلية تحت وطأة اليهود يفعلون بهم ما يشاءون، فتحركت سم الأفعى في رأس الأفعى الصهيونية وجاء شاس بن قيس. ياكل حد الآن عندهم الحزب بتاع شاس، عندكم خبر لا تدخل الحكومة حزب شاس، هذا الشاب هذا اليهود يقول شاس هم يسموا عليها اللي نزل فيه القرآن. فغاضه اجتماع الحيين من الأوس والخزرج فاجتمع إليهم وصار يذكر شعر هؤلاء في المعارك القديمة والتي انتصرت فيها الأوس على الخزرج، ثم يذكر هذه، فارتفعت الأصوات وتنادوا أن لن يحكم بيننا إلا السيف وتواعدوا على القتال في اليوم الموالي. اليهود يشتتون المسلمين يثيرون فيهم النعرات، ولما انفض المجلس وهم يتواعدون أن يلتقوا غدا بالسيوف خرج عليهم رسول الله فعلم أنهم والعياذ بالله يريدون أن يقتتلوا قتال الجاهلية، أي بناء على حمية الجاهلية، وقد أكرمهم الله بالإسلام. فقالت الأوس يا معشر الأوس، وقال الخزرج يا معشر الخزرج، ونسوا نعمة الإسلام التي جمعهم الله بها بعد أن كانوا متفرقين على العرقيات والأسماء الجاهلية. قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية جمعكم الله بالإسلام فصرتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ثم تعودون إلى النار من جديد. أنا ريفي، أنا يا قلعي، أنا زنسني، ها كهذه اللغات النشاز هذا اللي كيسميهم هذه الجمعيات الأمازيغية التي تطالب الآن. تعرفوا اسمه قال كتب رشيد رخا ولا ما تعرفوش؟ واش تعرفوا اسمه كتب رشيد رخا ولا ما تعرفوش؟ واش هتكون خبرة ما تعرفوش؟ واش ما عندكم خبرة اسمه كتب رشيد رخا؟ ها رئيس الكونغرس الأمازيغي، واسمه كتب هذا الأسبوع كتب رسالة إلى اتحاد البرلمانات الأوروبية يقول فيها إنكم حينما سلمتم المغرب هذه الوضعية المتقدمة، الوضعية المتقدمة في العلاقة مع أوروبا، يخصكم تقلعوها للمغرب. علاش؟ لأنكم أعطيتوها له مقابل أن المغرب يعطي حرية وديمقراطية لكل أبنائه، لكن هذا الشيء ما كانش. المغرب واسمه المغرب يميز بين الأمازيغ وما أعطاش الأمازيغ الحق وما نصش على اللغة نتاعهم رسمية وما أعطاهمش الترخيص بالحزب. هو يشكيو بين الأمازيغ اللي تابعين اليهود بحال الأمازيغ ما كانوا شايت نعم سيدي جاهدوا في سبيل الله، ولكن الآن يفرق الأمة بناء على النعرات بدعوى الجاهلية ينتقمون لعرقهم ضد أمتهم ضد دينهم ضد هويتهم ضد لغة القرآن ضد القرآن. وقال أحدهم إن العرب الذين جاءوا إلى المغرب زهد عليهم أن يعودوا من حيث جاءوا، عليهم أن يخرجوا من المغرب، لأن السكان الأصليون لهذا البلد هم البربر، وإنما العرب هم طوارئ طرأوا على هذا البلاد، فيجب عليهم أن يخلوا البلاد ويخرجوا منها. ألا لعنة الله على النعرات الجاهلية؟ قال رسول الله الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فتنة تفتيت الأمة ليس فقط على أساس عرب وعجم، بينما داخل كل بلاد عربية هذا أمازيغي هذا قبيلي هذا كردي هذا فارسي هذا كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فرسول الله صلوات ربنا وسلامه عليه كان عليه الصلاة والسلام
لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه، إنما يغضب لله، ينتقم لحرمات الله، للحق. النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه وروحه فداء للحق، فيقول عليه الصلاة والسلام: وددت لو أني أقاتل فأقتل. يقاتل في سبيل ماذا؟ الحق. فأعود فأقاتل فأقتل في سبيل ماذا؟ الحق. فأقاتل فأقتل في سبيل ماذا؟ الحق. يضحي بنفسه من أجل الحق رسول الله ثلاث مرات، ثلاث مرات. لا معنى لحياتك إن لم تكن تعيش للحق. تكون صفر زايد على اللي صار وصار. إذا كنت تعيش لشهواتك، تعيش لمنصبك، تعيش لهالدفش اللي عايشة فيه الناس، الكورة، للتفاهات، هالشباب. أنا كتكلم مع الشباب أحباب، يا أحبابي يا أحباب، إذا كنت تعيش لدنايا وصغائر الأمور فقدرك بقدر ما تعيش من أجله. وإن كنت تعيش لهذا الأمر العظيم الجلل الذي حين عرض على السماوات والأرض والجبال أبت السماوات والأرضون والجبال أن تحمله وأشفقت من حمله، الحق، التكليف، الرسالة، رسالة الإسلام أمانة عظمى ناءت بحملها السماوات على ساعتها والجبال على صلابتها والأرض على شساعتها، فحملته أنت، فكن على قدر المسؤولية، كن على قدر المسؤولية أيها الشاب، ولا تحقرن نفسك، وقل الحق ولو في نفسك، وإن كنت تعرف الحق فقله. لا تحطمن نفسك، لا تحقرن نفسك وتقول أنا لست أهلا لكي أقول الحق. لا لا لا، الله يرفعك بالحق، فلا تخفضن نفسك بترك الحق. شو شو واحد القيس كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة الكبار ومعهم شي شباب صغار، من جملة الشباب ابن عمر، فسأل النبي صلى الله على الحبيب صلوا عليه، قال لهم: إن هنالك شجرة تشبه المؤمن، شجرة تشبه المؤمن، ما هي هذه الشجرة؟ فسكت الصحابة كلهم لم يعرفوا الجواب، وابن عمر كان يعرف الجواب وهو صغير، لكن حقر روحه قال: واش أنا نجاوب مع الشباب مع شيوخ الصحابة؟ يعني كأنه نظر إلى نفسه نظرة ازدراء، أنا صغير شيوخ الصحابة يسكتون ثم أقوم أنا لكي أجيب عنهم، ماشي هذيك يقولوا حشومة أنت صغير، حشومة يقول له حشومة أنت صغير، يا ودي ليس في العلم صغير. الحاصلة سيدي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشجرة التي تشبه المؤمن هي النخلة. علاش؟ فشبه فش في الرأس، غير في الرأس صافي. أنا كنت شوفوا الرأس انت هي ما دايرش بحال بنادم في الرأس، إيش تو كي داير فشبه بنادم، ربما الرأس أنا ما شفتوش ربما، هو كيفاش؟ في كل شيء، في كل شيء. أولا بديو بالجدرة، الجدرة كي دايرة عميقة، إذا هكذاك هكذاك الإيمان ثابت في قلب المؤمن، لا يتزحزح، لا يتزحزح لعوادي الزمن، لا يتزحزح عند الابتلاء، عند الريح، عند هبوب زيد وطويلة. المؤمن واسمه داير، المؤمن واسمه رأسه في السماء معتز بدينه مستعلم بإسلامه، كما قال سيدنا سلمان: أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام. ولما سمع عمر كلامه قال: وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام. هو اعتز بدينك، ارفع رأسك عاليا سامقا، لأنك أنت الوحيد الذي تناطح رأسك الجوزاء، لأنك الوحيد الذي يأتيه الوحي إلى رأسه من السماء. كل الخلق الذين لا يأخذون بمرجعية السماء يأخذون الفكرة بمرجعية أهل الأرض، رسالة من تحت، أي الفكرة تجيهم من البشر، يعني من تحت للفوق. احنا الفكرة جينا من السماء، أما رب العالمين الرحمة تأتي من السماء، فلماذا لا تعتز بكونك تنتمي إلى أمة هي الأمة الوحيدة
التي لا زال الوحي الذي أنزل على نبيها هو الذي نقرأه لحد الآن، تكفل الله بحفظه، هو القرآن معجزة المعجزات. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ارفع رأسك بالقرآن، ارفع رأسك بالحق الذي تمثله، ارفع نفسك بعدالة قضيتك، بثوابت أمتك، بهويتك، لأنك أنت ملح البشر، أنت ملح المخلوقات، تحتاج المخلوقات التي تئن تحت وطأة المادية، تحت وطأة الفكرة الخبيثة، تحتاج إليك. أنت من ينقذها، أنت من يسقيها بماء الحياة، أنت من يبشرها برضوان، أنت من يخرجها من فسادها عقدي، فسادها إيمانيا، فسادها أخلاقيا، فسادها اجتماعيا، فسادها اقتصاديا، فسادها سياسيا، لأنها ضلت عن منهاج الله. وأنت تشبه أيضا النخلة. رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما، وصلى الله على حبيبنا محمد. إذا قلنا إن المؤمن يشبه النخلة في جذورها، في ثبات العقيدة ورسوخها في القلب، في مناطحة رأسها للجوزاء، وكذاك رأس المؤمن مرتفع لأن الوحي يأتيه من السماء فهو يعتز بالحق الذي يحمله. وأيضا يشبه الناقة، يشبه الناقة، يشبه النخلة إن شاء الله تعالى في كونها إن شاء الله تبارك وتعالى يضربها الناس بالحجر وهي ترميهم بالثمر. يعني النخلة انت إلا ضربتها بالحجر غادي تنتقم لنفسها؟ غادي تنوض النخلة وتجي تجري موراك وتقول لك راك ضربتني؟ انت تضربها فلا تنتقم لنفسها أبدا، إنما ترميك بأفضل ما عندها. فالمؤمن، المؤمن يأذيه الناس وهو لا يقول إلا الخير. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. الله الله. فإذا الذي بينك وبينه كأنه عدا، بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا هم أصحاب الرسالات، عكس أصحاب المصالح، لا ينتقمون لأنفسهم، لا يغضبون لأنفسهم أبدا. واحد السيد من أصحاب الرسالات أنا قلتها لكم، بحال يجي ناس مع ذيك 12 نتاع يدير واحد القيلولة وواحد بغى ينيرفيه يدقوا عليه، شكون أسيدي؟ الفقيه الله يرحم والديك الله يجازيك بخير، راني محتاجك نسقسيك واحد السؤال. الله يحفظك الله يحفظك. ويجي هاوت، ما اسمه السؤال؟ السؤال نسيته. يوم اللي يطلع بغي ينيرفيه، بغي يغضبه، بغي يسقلو باش زعما يخسرو، لان وحدين يبغوا يستفزوك ملي تكون صحاب مول الحق باش تغضب، باش يشوهون الفكرة بتشويهك، يكونوا ثابت، يقولوا مش شو هذا هو، هذا هو شو هذا هو اللي يدير روحه عالم ويدير روحه كذا، هو يصقها، هو يدير كذا، هو يدير عاودك فات نص ساعة حتى داتو عينه، سرد سرد سرد. شكون؟ أنا ذاك السيد اللي بغى يسقسيك الفقيه الله يرحمك، راني ذاك السؤال تفكرته. يا هو واش هو السؤال؟ السؤال هو كيف امشي علي؟ قال له ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير من بعد. يا ولي يطلع ينعس، خلى حتى نص ساعه تدته عينه، سرد سرد. شكون؟ اسمح لي ريت رانجيتك، راه عندي ذاك السؤال ريت فكرته الله يخليك. يجي هاوت، واش هو السؤال يا وليدي؟ صافي صبتها. واش المهم؟ شكون اللي احسن وشكون اللي قبح، لحيتك ام ذيل الكلب؟ شكون اللي احسن، اللحيه نتاعك؟ هذا بغى يستهزا كاع بالدين وبكلشي، استهزا بالفقيه وبالعالم وبالسنه نتاع النبي وبكلشي. لو كان احنا شي واحد ويا بلعم، شكون اللي احسن، لحيتك ولا شطاب الكلب؟
فقال له: يا بني لقد أثرت شجوني، إنني حينما أضع قدمي على الصراط لأجتاز الصراط، والصراط جسر على نار جهنم يقول الله فيه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلو أني كنت من المحظوظين الموفقين فقطعت الصراط ودخلت الجنة كانت لحيتي خير من ذيل الكلب. ولو أني سقطت في النار لكانت لحيتي أقبح وشر من ذيل الكلب. لأن الكلب يا أخي لا يدخل النار، إنما حينما يقتص من البهائم البكماء يقال لها كوني ترابا وأنا أكون في النار، فيكون حال الكلب خير من حالي وذيل الكلب خير حالا من لحيتي، لأن الذيل لم يدخل النار ولحية العاصي تدخل النار. فنزلت هذه الكلمات كالثلج على قلبه، فدمعت عيناه وقال: قبح الله الجهل، كيف يسخر الشياطين شياطين الإنس ليوقعوا بين الناس، والله لألزمنك حتى ألقى ربي. فلزمه وتاب إلى الله حتى مات على خير الأعمال. شت الناس كدير اللي تصورش أصحاب الحق شد كل شيء، واحد قال له شاي تقول لأمك شاي، هو ربي نقذوا به أصحاب الحق، ربي ينقذ بهم الخلق. شوفوا السيد النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيكم هذا القصة وقصص خرين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو مع أصحابه، قال: يا محمد، أكو شو الأعراب مسكن ما امتد بشتمع سيدنا رسول الله ما يقول له يا رسول الله، يا محمد وخصد ربي قلهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومع ذلك راك شو كيداير مسكن، اش غادي يدير؟ يا محمد اي وزيد أعطيني مما أعطاك الله، فأعطاه لك الشيء اللي عنده. قال له النبي: أحسنت لك يا أعرابي، درت فيك الخير زعما زين؟ قال له: لا أحسنت ولا أجملت، أنا حسب لي مني غادي نجي عندك ونطلب النبي غادي ندير شي حاجة كبيرة، هذا ما يعطي النبي، ما أحسنت ولا أجملت. الصحابة لو كان صابوا لو كان دقدقوه، يقول سيد النبي هكذا: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. سيد النبي واسمه دار لا يغضبوا لنفسي، واسمه مش يدير، اسمه مش يدير، قول تعرفوا اسمه مش يدير ما تعرفوش. الصحابة راه جالس في بلاصتهم، هو الصحابة راه بغى يشوف اسمه غادي يدير سيدنا رسول الله، قول لي انتم بالميز نتاعكم اسمه مش يدير اسمه. ذهب يبحث عن مال آخر يستلفه ممن له مال، فبحث في المدينة عند الأثرياء حتى استلف مالا كثيرا من أحد أثرياء المدينة، ثم تبعه في طريقه حتى لحق به. صلي على حبيب الرسول. كدير ما تحبوش يا سيدي، كدير ما تحبش النبي، واش خاطرك؟ واش خاطرك؟ واش كاين شي ولد مرأة وراجل يوصل لهذا؟ فلحق به فقال: يا أعرابي انتظر انتظر، على رسلك يا أعرابي، على رسلك. فالتفت فإذا بحبيبنا رسول أرض واسمك ايه، انتظر انتظر يا أعرابي. فلحق به رسول الله، قال: يا أعرابي حينما سألتني أعطيتك الموجود، لكنك حين سألتك أحسنت إليك علمت أنني لم أكن محسنا معك، أنا ذاك الشيء اللي عندي، فذهبت وبحثت لك عند الناس واستلفت، وها أنا أأتيك بما استلفت به من عند الناس. فأخرج ذلك المال فأعطاه إياه. ابن عمي واسمه قيس، ربي واسمه نقول أنا. فبوهت الأعرابي، فأعاد عليه النبي سؤاله: والآن يا أعرابي
أحسنت لك يا الله. قال يا رسول الله لقد أحسنت وأجزلت الثواب والعطية، فجزاك الله خيرا، فنعم أخو العشيرة أنت. قال الآن عد فقل هذا الكلام ليسمعه أصحابي، لأن كلامك الأول حين سمعوه منك فقد وجدوا في قلوبهم عنك، فأت فقل هذا الكلام بحضرتهم لكي يمحو أثر الكلام السابق. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سيد بك كنزي القلوب يا أصحاب المبادئ والحق يا الله. فجاء الأعرابي مع الحبيب صلوا عليه، الله يرزقنا واحد النظرة في وجه سيد النبي يا رب يا رب. فدخل عليهم رسول الله وهم جلوس كما كانوا، ومعه الأعرابي والصحابة مندهشين، فقال النبي لأصحابه يفسر هذه المسألة: إنني حينما أعطيت للأعراب الموجود سألته أأحسنت لك؟ فقال كما سمعتم: ما أحسنت ولا أجملت. فذهبت فاستلفت فاتبعت أثره فأعطيته، ففرح وسألته نفس السؤال فقال قولا غير القول الأول، وطلبت منه أن يأتي إليكم لكي يقول الكلام الذي قاله هناك. أحسنت لك يا أعرابي؟ قال أحسنت يا رسول الله وأجزلت المثوبة والعطية، فنعم أخو العشيرة أنت يا رسول الله. قال له روح السلام عليكم، روح السلام عليكم. مشى الرجل فرحان وبدأ يعلم الصحابة، قال لهم: إن مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي. يعلم الأتباع نتاعو كيف يتشبثون بالحق، كيف لا ينتقمون لأنفسهم. الله، إن مثلي ومثلكم ومثل الأعرابي كمثل رجل شردت ناقته. تعرفوا شنو هي شردت ناقته؟ هربت له. فكان صاحب الناقة يجري وراءها يريد أن يقبض زمامها، لكن وجد هناك قوم آخرون فأرادوا أن يعينوه على تتبع أثرها. منين يزيدوا يجري وراها واش مدير؟ تزيد تجفل. قال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي، لا تعرفون الطريقة والكيفية لكي تقبضوا عليها، أنا نعرفها نقذكتي. سيد النبي وصاحب الرسالة العصماء هو الذي يعرف كيف يأخذ الناس أخذا طيبا إلى الإسلام بأخلاقه. فخلوا بينه وبين ناقته فصار يخاطبها انطلاقا من حاجتها. أخذ بعض قشام الأرض، شوف حاجة على حشيش ولا، وداروا هكذا في الحجر تعوق، يقول لها كذا، هو يعرف كيفاش يدير لها. احنا كنا نقولوا في البادية نقولوا الحمار، انتم تقولوا حاشاكم الحمار، كنا نسقيو عليه نقولوا هو يفهم اللغة ويجي وتقبضوا، واخا يكون يزعرط ديروا هكذا هو يديرها بس 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 ولا ما عرفت كيفاش يلغلها. فجاءت إليه فأخذ بخطامها ووضع عليها الرحلة ووضع عليه الزادة وصوار حقا وركب عليها وتابع طريقه بهدوء. شوف شوف، لو أني تركتكم على الحالة التي كنتم عليها حينما أسمعكم كلامه الأول زيد واش بغي يبقى؟ منين بغضته واش بغي يبقى؟ إذا أبغض المؤمنون مسلما واش بغي؟ سيبغضه الله وسيدخل النار، وأنا لم يرسلني الله تعالى ليدخل الناس بسببي إلى النار، فأردت أن أعالج ما يؤدي بصاحبكم إلى النار، وأنا أعرف حاجة هذا كيف يعالجه ليعالجكم، نعالجه باش نعالجكم
نعالجوا باش نعالجكم، نعالجكم بزوج، هو نعالجوا بغى الفلوس، ومنين يبغي الفلوس يتعالج داك القلب نتاعو ويقول الكلام الزين ويجي يقول داك الكلام الزين باش يتعالجوا نتوما، باش يقلع ربي البغض نتاعو اللي قذفوا الله بداك الكلام الشين. انا واش نعالجكم نتوما ولا هو ولا كذا؟ انا اللي نقولها ماشي هو، ما هو هذه خدمته، انا اللي راني بقى خاطري، انا بعيد وراني خويا قاطر كفاس على روا. ولكن شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبحث له عن حاجته واعطاها اياه وجاء بها به الى الجمع، فقال الكلام الاخير على عكس الكلام الاول، امتدحه بعد ان كان ذمه، فاخرج الله بمدحه حقد ذمه في الاول. عالج هذا بحاجته وعالج هؤلاء بما كان لابد ان يعالجوا به، أن يسمعهم كلاما طيبا في رسول الله. شكون يبغيه؟ وشكون غادي يصبر على واحد يقول في كلام النبي شي يقول في سيدنا رسول الله شي كلام ماشي مزيان؟ شكون يصبر؟ شكون يصبر يا ابن عمي؟ ما يصبرش. سيدنا النبي راه عارف الحقيقة أن أمته يحبوه، ولا شي واحد تكلم لي في رسول الله كلام ماشي مزيان ندق بابه، إما نمشي أنا ولا هو. ما تقدرش يقول عليك أنت ما يمشي مشكل، كيقول على حبيبي رسول الله يكتبوا في الصباط عليه لعنة الله في القناة العاشرة الصهيونية، يقول هذا محمد ويشير إلى حذائه الأيسر عليه لعنة الله والناس أجمعين. فقال ذلك الكلام فأخرج الضغينة والبغضاء من قلوبهم تجاه أخيهم ليدخل إلى الجنة، ويدخلون إلى الجنة. وصدق رسول الله إني أدفع حجوزكم عن النار. بعثني الله واسمه هي مهمتي أدفع. تعرف اسمه حجوزكم واسمه اسمه الحجوز؟ ماذا ندفعكم؟ النار مشعولة وأنا واقف على النار وندفعكم باش ما تطيحوش، ولكن يأبى البعض إلا أن يتقحم فيها كما تتقحم الفراش في ضوء النار. انا ندفعكم، اش غادي ندير لكم؟ اش غادي ندير لكم؟ هو يدير المجهود نتاعو صلى الله عليه وسلم. الحق 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 الحق. حنا على مرهم يغضبوا الناس اليوم، على مرهم يغضبوا الناس، على مرهم يغضبوا الناس. واحد المراه مشات للسبوع عند واحد المراه ودات ثلاث قوال وسكر وما جلستهاش على السدادر، كانوا بكري السدادر شي حاجه، جلستها في الدار اللي ما فيهاش السدادر. قالت لهم انا جايب ثلاثه تاع القوارب تاع السكر مجلسيني مع اللي ما جابوا والو. قلبي قلبي ردي لي قلبي، والله انا لا جلستها، ردي لي قلبي. واحد يغضب على بلاصته وما قلتلوش جلس هنا، هذا المديني العلماء جايين هنا يا الوجده بقوا يدقوا على على بن الدق على اصل الزوطيلات، على شكون يدي البيت المليحه؟ باغي خمس نجوم، علاش ديتوني لزوج نجوم؟ باي 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 باي. يا موتي يا موتي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. واحد يبقى خاطره على علاش ما قلتلوش انت؟ غير في الهضره غير في الهضره. شكرت كاع الناس وانا ما شكرتنيش. ملي بداوا المغاربه هما يشكروا. بسم الله. اولا نقدم تشكراتنا لرئيس المجلس الحميضي ورئيس كذا ونائبه، والاخر ما كان تما ذاك الكاتب ما قالوش. وبقوا كي يخرج يقول لي يا لما كان ما شتنيش تشكروا كاع وانا ما تشكرونيش. هذا غير الشكوير، الشكوير القعير من اللي يدير هو يشكر. نقدم شكرنا واسمو دا والو يدقوا على بغير فات. بعد النهار كنت في البلديه، كنت عضو في البلديه، والنهار الاول قالوا لي تمشي للعماله باش ان شاء الله تبارك وتعالى كاين فما شي حاجه مهمه. مشينا للحاجه المهمه كملنا وجينا خارجين وداروا لنا ذوك الميدات، ميدات كبار فيهم المناضه ذيك كوكا وهذيك،
وشي مغير فات وشي يبانوا اصحاب القرافطات والجلال بالبويض يتخاطفوا عليهم. هذا وحدي هذا هما الممثلين تاع الامه يتخاطفوا على المغير فات او الكوكا. وانا بقيت غير نشوف امي انت واسمو هذو واش نازلين نضرب كانوا في زيمبابوي كانوا في الصومال 7 أيام ماكله. اقسم بالله يا القرافات نتاعهم عاد وشحال يدير الا طايح عليها حاشاكم بحال البقره. قلت له هذو هما الممثلين تاع الامه ما قدرش. وانا قال لي واحد السيد كان لابس كيخدم معاهم لابس جلابه وعنده اللحيه قال لي زيد مالك. قلت له انتم ما تكفيوا فيكم البركه. انا نمشي نشرب واحد مشي للسقايه راني عطشان للدار نشرب واحد 5 يترو نبردها للفقعه تاع الامه اللي راه يا ود بك 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 يغضبوا ولا ما قلتلوش زيد وحزنه ولا ما قلتلوش يا ابن عمي يا الناس عندهم حل بزوز البزيز خصك تعطيه شي لعبه باش يفرح. هكذا صار لهذا هذا هو المسؤولين. انا بغينا شباب يبغيو الله يبغيو الحق ما يهموش جلس هنا ولا ما جلس هنا. المؤمن شكون هما؟ خيرة الخلق هم الأغنياء الأتقياء الأنقياء الأخفياء. إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. تنجلي بهم كل غبراء مظلمة. إنهم أهل الله إنهم عباد الله إنهم المخلصون الصادقون الذين يرفع الله بهم البلاء عن الأمة. وجود واحد منهم أحسن بأمة كاملة. سي سعد بن أبي القاص من يفتح هذه الثغرة في الجدار؟ يخرج واحد عنده ملثم يفتحها ويدخل وانتصر المسلمون. فيقول سعد الله يجازيه اللي فتح لنا الثغرة وكان سبب في هذا النصر يجي عندنا باش نعرفوه. الله يجازيه بخير يجي عندنا باش نعرفوه. قالها النهار الاول ما كانش، قالها النهار الثاني ما كانش، جندي مجهول نصر به الله الأمة كاملة فانهزم الفرس بسبب رجل غير معروف لا يعرف اسمه يعرفه الله. والنهار الثالث نادى وفي الليل بينما هو في خيمته دخل رجل ملثم على سعد بن أبي وقاص قال 3 أيام وأنت تنادي في المعسكر من ذا الذي فتح ثغرة في الحائط فكان سببا في الفتح الأعظم؟ ها؟ بغيت تعرفوا شكون؟ قال له بغيت نعرفه. قال له 3 شروط. قال له ما هي؟ أولا لا تسأل عن اسمه، ثانيا لا تأمره بأن يعرف نفسه، ثالثا لا تجزيه ما تعطيلوش الجائزة. قال له شكون هو؟ قال له راك تسقسي على سميته. قال له قلع اللثام. قال له قال لك ما يقلعش شرط. قال له نجازيوه. قال له قلت لك ما يتجازاش جازاه الله. فعاد من توه فتبعه الصحابة وتبعه الناس قوشه وإذا به فلان فلان كيقولوا بلي سيدنا سعد بن أبي القاص كم يفدي يقول اللهم إني أسألك سؤال صاحب اللثام. هاك اسمي صاحب اللثام شفت يا سيدي. ومنين غادي نوصلوا نتكلموا على الاخلاص وحنا نتكلموا على الغايه غادي نتكلموا كاع على هادشي. حنا راح عاد نتكلموا على تفريق بين الفكره وبين الذات. والله تعالى اعلى واعلم. الله ينصر الاسلام والمسلمين وصلى الله على حبيبنا محمد واستغفر الله.